ولمناقشة ما يجري من أحداث في المنطقة الخضراء، اعتصام أنصار التيار الصدري في البرلمان ودعوة التيار أو الإطار التنسيقي لأنصاره للاعتصام غدا، معنا عبر سكايب من كوبنهاجن الكاتب والباحث السياسي السيد عبد الله سلمان. مرحبا بك معنا. أهلا بك ومشاهديكم الكرام. كما نرحب عبر الخط الهاتفي برئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل. مرحبا بك معنا سيد مصطفى. أحييك وأحيي مشاهديك الكرام وأحيي الأستاذ عبد الله سلمان. أستاذ عبد الله، يعني أطلق اليوم الصدر بيانه وسمى خطواته القادمة بالتغيير الجذري في العملية السياسية في العراق، بينما الإطار التنسيقي وصف قبل قليل ما يجري بأنه انقلاب مشبوه. بين الوصفين كيف تصف الأوضاع؟ حالة قراءتنا المجردة للنص، لو أخرجنا النص الموجود في التغيير الجذري اللي رافقه إلغاء الدستور وإلغاء العملية السياسية، هذا النص فقط لو أخرجناه من وثيقة التيار الصدري نرى طموح الشعب العراقي وآمال الشعب العراقي منذ الاحتلال إلى اليوم هو هذا. يعني بمعنى أنه هو استخدم شعار الشارع العراقي لمحاكمة أو لمخاصمة خصومه. هذه الوثيقة وهذا التغريدة اللي هي التغيير الجذري، هذا يحتاج إلى ظروف كأي ثورة في العالم. كل ثورة في العالم تحتاج ظرف موضوعي، وهذا الظرف الموضوعي موجود لقبول الشعب العراقي بهذا التغيير الجذري، ولكن الظرف الذاتي يجب أن يخلق بتوافق الشعب العراقي ومشاركة كل القوى السياسية واعتراف التيار الصدري على أنه ليس هو الأوحد، وأيضا يعترف ما فعله منذ البداية ومساهمته وإساءته كما أساءت باقي القوى إلى الشعب العراقي. هذه الإشكالية يجب أن يحلها التيار الصدري وليس الآخرين. الآخرين الشعب العراقي، القوى الوطنية الرافضة للعملية السياسية مستعدة للتعاون مع أي يعني مع أي جهة وطنية فيها لهذا التغيير، وهذا هو هدف مشروع للشعب العراقي. لكن الثبات على الموقف هذا هاجس الشعب العراقي من التيار الصدري، ولذلك لا تعتقد أنه كثير من القوى السياسية العراقية أو حتى ثوار تشرين راغبين بالسير وراء هذه التغريدة. نعم. إلى نهايتها. نعم. لأنه هذا قد يشكل لديهم صدمة، وإن لم يتحقق شيء من هذا سيرتد على التيار الصدري ارتداد كبير. نعم. لما تبقى له من شعبية. سيد مصطفى، حتى هذه النقطة أشار إليها البيان، بيان التيار الصدري وموضوع عدم تكرار مأساة تفويت الفرصة الذهبية الأولى عام 2016، وكأنه يحذر نفسه من تكرار الأخطاء، هل تعتقد ذلك؟ طبعا أنا لا أعتقد أن التيار الصدري سيصحح أوضاع العراق، ولا يمكن أن يطالب بالتغيير الجذري. حقيقة التيار الصدري جزء من كل هذا النظام الفاسد بكل جرائمه ومفاسده وسرقاته للعراق، وبالتالي فهو لا يؤتمن على العراق، هو جزء من حالة الإرهاب والفساد والقتل والتزوير والسرقة والتخريب الذي حصل في العراق، والطائفية قبل ذلك طبعا، وهو منفلت، تيار منفلت لا ضابط له، وتيار ميليشياوي كما نعلم جميعا. أول ميليشيا انشئت في العراق بعد غزوه واحتلاله عام 2003 كانت هي الميليشيات الصدرية، جيش المهدي، وكل الميليشيات أو معظم الميليشيات الإرهابية التي تسرح وتمرح الآن في العراق، ربما باستثناء ميليشيات حزب الدعوة وميليشيات بدر الإجراميتين، هذه كلها عدا هاتين الميليشياتين خرجت من تحت عباءة مقتدى الصدر ومن تياره، وبالتالي الشارع العراقي لا يثق على الإطلاق بمقتدى الصدر. مقتدى الصدر ارتكب جرائم منذ ظهر على سطح الأحداث يوم العاشر من نيسان أبريل 2003، ابتدأت الجرائم بقتله لمنافسه وغريمه الأساسي في ذلك الوقت عبد المجيد الخوئي،
وما تزال هذه الجرائم، ارتكب الكثير من الجرائم في الحرب الطائفية عام 2006 و7 و8 أيضا، ثم ارتكب مجازر أخرى وآخرها ما ارتكبه بحق ثوار تشرين. لذلك لا ثقة للعراقيين ولا للقوى الوطنية سواء ثبت مقتدى على مشروعه أو لا. مقتدى يريد أن يلتهم اللقمة كاملة له وهو غير مستعد لأن يتقاسمها مع أطراف أخرى ضمن نفس المشروع. هو المشروع الصدري منسجم تماما مع المشروع الطائفي والمشروع الاحتلالي الجاري تنفيذه في العراق، لكن الخلاف بين الطرفين الميليشيات الصدرية والميليشيات الإطارية هو خلاف على من يأكل اللقمة، ومقتدى يريد أن يأكل لقمة العراق لوحده. هل وفقا لهذا التوصيف أستاذ عبد الله يعني أن ما جاء في بيان الصدر انقلاب على العملية السياسية، أم أنه محاولة لانتزاع تلك اللقمة كاملة كما تفضل الأستاذ مصطفى؟ الأستاذ مصطفى سرد واقع حقيقي عاشه الشعب العراقي، وهذه هي الهواجس والمخاوف من التيار الصدري على أنه هو يقود عملية تغيير. هذه هي الأساس. الصدر يعني عنده مشاكل مع الإطار، بداية كانت مشاكل تنافسية وبعدين أصبحت مشاكل شخصية ما بينه وبين المالكي، وعلى ما يبدو أن الصدر يعني عنده معلومات الكافية أنه المجموعات الأخرى قررت تصويته نهائيا، فلذلك هو حاول أن يهرب إلى الأمام بعملية استحواذ على شعارات الشعب العراقي وهي ثورة تشرين. أما مسألة استحواذه هو على اللقمة وحده، هذا كان من البداية، عندما اتفق مع الإطار مع التحالف الثلاثي كان هو هذا الغاية، هو أن تفكيك المنظومة السرية التي أقامها المالكي وإقامة منظومة أخرى يقيمها الصدر. وهذه المنظومة، تلك المنظومتين تتصارع على أهم نقطة الآن هي موجودة، هي الفائض المالي الموجود والتراكم من السنة المالية السابقة إلى اليوم وزيادة أسعار النفط. هذا هو جوهر الصراع الحقيقي، إلى أن بدأت بالتسريبات وبدأت بالتهديدات وبدأت الآن في القرار في تصفية أحدهما للآخر. فمن ضمن التصفيات هي أيضا ستكون المغارب مثل ما تفضل الأستاذ مصطفى. إذن هو كما تتفضلان صراع آني شكلي على السلطة، لكن إلى أين يمكن أن يصل أستاذ مصطفى؟ ما السيناريوهات المتوقعة لذلك، خاصة أن الإطار دعا أنصاره للاعتصام غدا أيضا؟ لا، أنا لا أتفق أنه صراع شكلي، هو صراع حقيقي موجود ويستعر، لأن كل طرف موقن أن غلبة الطرف الآخر تعني سحقه هو، بمعنى أنه لو تغلب الميليشيات الصدرية ستسحق الميليشيات الإطارية، ولو تغلبت الميليشيات الإطارية لسحقت مقتدى وتياره الميليشياوي. هذا هو جوهر الصراع، الصراع حقيقي وليس شكلي، انتقل من مستوى إلى مستوى آخر، وبالتالي يعني الأمور تسير نحو الفوضى، وهذه الفوضى لها ثلاث سيناريوهات. السيناريو الأول أن يتمكن التيار الصدري من استكمال انقلابه على ليس على العملية السياسية، وإنما استكمال انقلابه على منافسيه من ضمن الميليشيات الطائفية والتيارات التي يعني تسمى شيعية وهي كلها مرتبطة بإيران. وبالتالي هذا السيناريو الأول، وأن ترضخ له الميليشيات الإطارية إلى حين. السيناريو الثاني هو أن يكتسح الضغط الشعبي أو الضغط العفو الضغط الميليشياوي للإطار التنسيقي، يكتسح التيار الصدري، وبالتالي تسير الأمور لصالح التيار الميليشياوي الإطاري ويخضع الصدر إلى حين. أما السيناريو الثالث فهو يعني اندلاع الصراع المسلح الدموي،
والسلاح كما تعلم حضرتك ويعلم الجميع سلاح مبذول في أيدي الطرفين، والمغانم التي يضع كل طرف عينه عليها أيضا تستحق مثل هذا الصراع في نظر من يحرك هذا الطرف أو ذاك. وإيران الحقيقة إيران عاجزة عن لملمة الأمور لأسباب عديدة، أهمها غياب الإرهابي قاسم سليماني، لأن منذ مصرعه نحن نجد تدهورا لسيطرة إيران على المشهد الميليشياوي أو المشهد الشيعي كما يسمى في العراق، يعني مشهد الميليشيات الإرهابية الشيعية وليس الشعب العراقي أو أبناء المذهب الشيعي، يعني هناك تراجع، وهذا من جهة. يعني لا إسماعيل قاهاني استطاع أن يسد فراغ سليماني ولا حتى خامنئي بوسائله المتعددة، نعم، استطاع أن يسيطر على الأمور، هذا من جهة. ومن جهة ثانية إيران هي الرابحة ولو بدرجات متفاوتة، سواء فاز مقتدى أو فازت الميليشيات الإطارية، ولذلك إيران الآن لا تريد أن تقف مع طرف ضد طرف، لأنها ستخسر جمهور الطرف الذي لن تقف معه، أو وبالتالي هي الآن يعني متفرجة لأنها لا تريد أن تخسر أي من الطرفين. هي في كل الأحوال رابحة، وبإمكانها يعني إن فاز التيار الصدري فهي رابحة، وهي بهذه الحالة لن تخسر الميليشيات الإطارية. طيب. وإن فازت الميليشيات الإطارية فإنها هي رابحة أيضا ولن تخسر التيار الصدري، بالتالي هي رابحة في كل الأحوال ولو بدرجات متفاوتة. نعم أستاذ عبد الله، يعني هذه محاولة الأطراف كلها استقطاب الشارع العراقي، وخاصة كما تفضلتم في البداية التيار الصدري حاول استقطاب الشارع من خلال الشعارات التي رفعها في بيانه الأخير، وغدا يحاول الإطار التنسيقي أن يستقطب الشارع مرة جديدة. في ظل هذا السيناريوهات التي تفضل بالحديث عنها الأستاذ مصطفى ووقوف إيران عاجزة عن فعل أي شيء، هل فعلا تعتقدون بأن التيار الصدري لو فاز في هذه الجولة سيكون فعلا محاربا للفساد والفاسدين، وسيعيد الاعتبار لمكانة العراق وما إلى ذلك من الكلام الذي قيل وجاء في البيان السابق؟ لما تتحدث يجب أن يكون عندنا خلفية لجهة أو لشخص ما تجعلك أو تدعم مواقف تقول نعم نحن نثق بهذا، نعم، ونثق بأنه سيتعد. المشكلة أنه خلفية التيار الصدري لا تسمح لأي محلل سياسي ولأي متابع سياسي أن يقف مشجعا أو معها أو يؤيد خطواتها، وإن يعني اعتبرت الشكليات الموجودة في الشعارات صحيحة وسليمة، وهو هذا هدف الشعب العراقي، وثوار تشرين قدموا أكثر من 1000 شهيد و 225 ألف جريح في سبيل هذه الشعارات. الإشكالية في التيار، في خلفية التيار الصدري، لا يمكن الوثوق يعني بأنه يقوم بعملية تغيير، لأنه من البداية الآن هو لم يتقدم خطوة واعدة بهذا، لم يعترف بما عمل، ولم يتقدم خطوة لمشاركة الثوار، ولم يمد يده إلى أي أحد. هذه الإشكالية هي السياسية. لم يعلن برنامجه الكامل، وهي خطواته، ما هي أعماله، ماذا سيقف، ماذا سيعمل، كيف يتعامل مع الأطراف الأخرى التي تحالف معها، هل اتفق معهم. يعني كل هذا يجعل الشارع العراقي في هاجس من التأييد أو هاجس من الوقوف مع أو الوثوق بما يتقدم به. نعم. ماذا لو عرض في الساعات والأيام القادمة ما تفضلت به على الأطراف كلها وعلى قوى الشارع العراقي؟ كيف تتوقع أن تتفاعل هذه القوى مع عروضه عليها؟ الإجابة لي. نعم سؤال نعم لي. نعم نعم لك أستاذ عبد الله. الحقيقة نعم، الحقيقة يعني لو يعني أنه هنا مشكلة اللو في السياسة لا تعتمد على واقع، يعني هذه مشكلة، وإحنا لما نتحدث يجب أن نتحدث عن واقع. إن فعل، إن ثبت، إن إن إن
سيجد التفاف يعني عراقي حقيقي، لأنه كل العراقيين يريدون هذا التغيير، هذا المنهج. وإحنا تحدثنا في البداية، لو نأخذ النص من وثيقة التيار ونخرج خارج العملية ونقرأ هو مطلب الشعب العراقي، ستقف معه كثيرا من لكن عليه هو أن يبدأ، عليه أن يبين، أن يوضح كيف يبدد مخاوف الناس منه، وسيجد يعني تعاضد كبير من الشعب العراقي ومن شرائح الشعب العراقي. كل واحد يعني يبدي يعني حتى في مخيلة الفرد العراقي، فلان من الناس يقود انقلاب عسكري يقفون معه. هذا الواقع المر الذي يعيشه الشعب العراقي الذي فقد حياة أبنائه وشبابه ومستقبله، وفقد الصحة، وفقد الأمن السياسي والأمن الاجتماعي، كل هذا فقد الشعب العراقي يريد أمل. فهل يستطيع الصدر بما يقول وبما ويثبت على ما يثبت على أقواله والناس تشك في هذا؟ عليه أن يتقدم بخطوات عملية صحيحة، وإلا ستكون الأمر عليه كارثي. يعني بالنسبة للصدر، هذه آخر مرحلة سياسية يمر بها، يا إما أن يعيش سياسيا أو ينتهي سياسيا، ولو هو منتهي سياسيا بالنسبة للعراقيين، لأنه يعرفون أن تاريخه لا يسمح بالوثوق فيه. وهذه المشكلة الكبيرة التي يجب أن يبددها الصدر أمام الناس لتقف. أما كشعار، فكل العراقيين بكل مختلف طوائفهم، عفوا بكل الشرائح السياسية الوطنية المناهضة للعملية السياسية، تقف مع هذا الشعار ولتطبيقه مع أي كان، إن كان صادقا وحريصا ووطنيا على وفعلا حريصا يقدم ما يثبت أنه حريص. أستاذ مصطفى، ماذا عن موقف الفاعلين الإقليميين والدوليين في هذه القضية أو في هذا الملف؟ هل تعتقد أنهم سيتركون الأمور تتفاعل بدون تدخل ما؟ أنا تحدثت عن الموقف الإيراني. بالنسبة للمجتمع الدولي، المجتمع الدولي نفض يده من العراق وترك العراق والعراقيين لشأنهم. لكن أنا أريد أن أقول، وردت في أسئلة حضرتك أن مقتدى يحرك الشارع وأن الإطار يحرك شارع في مقابله. مقتدى يجب أن نفهم أن مقتدى ليس هو المحرك الأساسي للشارع السياسي الشيعي في العراق كما يروج له من قبل بعض المحللين، ربما العرب والأجانب. هو محرك لجمهور الصدريين فقط، وهؤلاء لا بد أن ينفضوا عنه في يوم ما. نعم، هذه المهمة صعبة، ولكنها أنا على ثقة من أنها ستحدث بإذن الله تعالى. أيضا التيار، أقصد الإطار، هو لا يحرك كل الشارع السياسي الشيعي فضلا عن الشارع العراقي. الشارع يعني هو أيضا يحرك تيار أو شارع الميليشيات وشارع المرتزقة، وبالتالي الأمر يجب أن يفهم في هذا الإطار. مقتدى الصدر أنا باعتقادي ضروري لمنع ظهور أي تحرك شيعي شعبي شيعي تحديدا ضد النظام الحاكم، أو كبح ذلك التحرك من خلال العمل على تنفيس غضب الشارع الشيعي، فهو جزء من هذا النظام بكل جرائمه ومفاسده. هذا هو الدور المرسوم له منذ احتلال العراق، ويعني ضمن مشروع أكبر، وهو مشروع إنقاذ العملية السياسية الاحتلالية، وهي مشروع أمريكا وإيران في العراق. هذا هو يعني العنوان العريض لمشروع مقتدى في العراق، أو المشروع الذي ينفذه هو مقتدى في العراق. لذلك كانت هتافات ثورة تشرين واضحة جدا، لا مقتدى ولا هادي، حرة تظل بلادي. هذا الشعار يجب أن نفهمه ونضعه في إطاره وفي سياقه الصحيح، أن الشارع الشعبي الذي يسمى شارعا شيعيا يعني تحديدا، لا مع مقتدى ولا مع هادي وميليشيات الإطار التنسيقي، هو شارع يريد حرية العراق، وهو يعني شخص بدقة
علة العراق في هذين التيارين، عندما يقال هذه لا يقصد هذه العامري فحسب، نعم، وإنما ميليشياته وميليشيات الإطار التنسيقي المؤتلفة معه، وطبعا عندما يقال مقتدى فهو ميليشيات التيار الصدري. هذا هو الذي يجب أن نفهمه ونضعه في سياقه الصحيح حتى نعرف يعني حدود كل طرف من الموضوع، ونعرف أيضا ونضع، نعم، يعني شعبنا في العراقي في موضعه الصحيح. أشكرك أستاذ مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر، والشكر موصول للكاتب والباحث السياسي الأستاذ عبد الله سلمان من كوبنهاجن. شكرا لكما.